لك جاي يوصف لك يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة مع طبيب الناس. وزي ما تعودنا كل يوم سبت والجديد في العلاج بالنباتات الطبية والمستخلصات النباتية في لقائنا المميز مع ضيف البرنامج الدكتور أحمد أبو النصر الخبير بالنباتات الطبية، عضو المجلس الأمريكي للعلاج بالنباتات الطبية وعضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات النحل الطبية. برحب بك يا دكتور في هذا اللقاء، وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب. استقبل اول اتصال معانا في حلقتنا النهارده من ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام عبد الله. ايوه دكتور لو سمحت. اتفضلي يا فندم. سلام. عايز اعرف اذا كان في علاج لحالتي ولا لا. اتفضلي سامعك. حالتك ايه؟ اتفضلي. طب وطي التلفزيون على الاخر وما تسمعيش صدى الصوت. وطي التلفزيون اسمعيني عن طريق التليفون. حاضر يا دكتور. حاضر. اتفضلي سؤالك يا ام عبد الله. سامعينك يا ام عبد الله، اتفضلي. ايوه سامعينك. عندي شلل رعاش ودلوقتي ابتدى يوجع رجلي قوي من منطقه الفخذين والحوض واسفل الظهر، وبقت الحركه ضعيفه وفي الم وفي تنميل. بتاخدي ايه يا فندم للشلل الرعاش؟ انا طبعا باخد علاج عقاقير يعني وكده. بتاخدي ايه للشلل الرعاش؟ بتاخدي ايه ولا لا يا ام عبد الله؟ أيوة. انت سامعاني ولا مش سامعاني؟ ايوه سامعاني. حضرتك الشلل الرعاش ده جالك من امتى؟ من امتى؟ نعم. الشلل الرعاش ده جالك بقاله قد ايه؟ ده رقم واحد. لا هو ايوه. رقم اتنين، بتاخدي ليه ايه حاليا؟ ايه الادويه اللي انت بتاخديها ليه؟ ايوه هو بقاله حوالي 6 سنين كده. وايه اللي بتاخديه حاليا؟ وبتاخديه كل قد ايه؟ انا باخد ادويه اللي هي باخد دلوقتي اللي هو السينيميت الاساسي، وباخد جنبيه حاجات يعني مثلا زي الترايزنستال. تمام. باخد مثلا احيانا حاجات ثانيه يعني حسب ما الطبيب بيوصف لي. طيب خلينا في السينما. دلوقتي باخد راميكسود. اسمعيني بس يا ام عبد الله. ايوه اسمعيني. السينما بتاخديه كل قد ايه؟ ايوه بتاخدي السينما كل قد ايه؟ باخده دلوقتي يعني كل 3 ساعات باخد كل 3 ساعات. على الرغم ان انت بتاخديه كل 3 ساعات الا ان ما زالت الرعشه شديده. الصوت واطي شويه يا دكتور. بتاخديه كل 3 ساعات والرعشه شديده؟ أيوة. برضه لسه الرعشه بقت بتجيلي على طول حتى كل ساعتين وبتطولني من النوم. ارد على الست. في الم جامد وانا نايمه بيصحيني. سنك كام يا ام عبد الله؟ وانا نايمه. سنك قد ايه؟ سنك يا ام. خلاص يا استاذ محمد انا ارد عليها. طيب هو كده سؤالها وصل يعني بنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا ام عبد الله. اتصال اخر من ام هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي سؤالك. لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين. اتفضلي يا فندم. عندي اختي عندها قله تركيز شديده. قله تركيز؟ اه. هي يعني وزنها قد ايه طيب؟ يعني بالتقريب تخينه ولا رفيعه؟ 67 كويسه 67. طيب في انيميا يا فندم او في امراض معينه موجوده عندها مزمنه؟ لا. مفيش انيميا متاكده؟ لا مفيش. يعني اخر مره عملت فصل الدم امتى؟ من شهرين تقريبا. من شهرين كان المجلوبين كويس ما كانش في مشاكل. 11. طيب اوكي ده رقم واحد. ايه رقم اثنين؟ حضرتك كنت قلت ان علاج السمنه الموضعيه على سم النحل. تمام. طب عايز اعرف طريقه استخدامه واجيبه منين؟ حاضر. اقول لك على سم النحل، اقول لك على حاجه برضو ثانيه ممكن نستخدم، انت ممكن تعملها في البيت بكل بساطه. حاضر حاضر. شكرا لاتصالك ام هنا والف سلامه. دكتور نعود الى مشاكل اللي احنا كنا فتحناها خاصه بعلاج الفيروس سي وعلاج التهاب الكبد الوبائي بي، بعد ما اخد اتصال من الحاج عطيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الحاج عطيه من المنيا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا حاج عطيه. عندنا عندي مشكله، عندي طفله عندها 11 سنه وعندها تبول لا ارادي، فكشفنا لها عند دكتور وكتب لها ادويه ولكن ما فيش فايده برضه. هرد على ستك. حاضر ان شاء الله، فيما ان شاء الله باذن واحد احد يخلصها من هذه المشكله في فتره تتراوح من 3 ل 6 شهور ان شاء الله باذن واحد احد خلاص تام. واحنا دي من الحاجات اللي احنا الحمد لله ولله الحمد يعني زي ما احنا قلنا كنا استاذ محمد بنتكلم في حلقاتنا اللي في بعض الحمد لله ولله الحمد بعض الامراض
تكاد تكون النباتات الطبيه هي فيها الاولى، او زي ما احنا بنقول في العلم الدرجه تشويس. ويمكن يوم الخميس حضرتك محضر قصه التبول الاراضي اللي هو الام اس، وده مرض يعني قلت لي الناجح فيه هو المستخلصات النباتيه. فالتبول الاراضي بالنسبه حتى للاطفال وبالنسبه للكبار في السن ده، بالنسبه للكبار في السن ده هي 11 سنه 11 سنه ما هي تعتبر كبيره مش صغيره. لا ده احنا بنسمع يا دكتور لغايه سن 18 و20 سنه. ما هو لغايه في هذه السنين بيكون استخدام سم النحل فيها والاستخدام الامثل والرد عليه. اقول هنجاوبه باذن الله بعد ما اخد اتصال اخر من ام احمد. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اهلا بيك يا ام. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 50 سنه وعندي ضغط عالي وعندي ستي كمان تعبان، بس انا دلوقتي عندي خشونه في الركبه وعندي التهاب جامد. طب بس بالراحه عشان اسمع كويس، الضغط عالي وايه تاني كده؟ ضغطي عالي وعندي صدري تعبان، ضغط البخاخه. الصدر تعبان، في مشكله في الصدر، في مشكله في حساسيه في الصدر او رب. ايوه باخد البخاخه. تمام. فحضرتك دلوقتي انا عندي التهاب جامد في عظمي، والدكتور مديني حقن فولتارين. التهاب في العظم ولا؟ كنت تتعبني. طب استنى عليا بقى، لان هنا يعني هنا الفولتارين ما ينفعش خالص مع سيادتك، لان عشان صدرك. مش لاقي حاجه اخدها. طيب عشان طب بس اسمعيني، الطبيب اللي كتب لك الفولتارين هل كان عارف اللي انت حضرتك عنده عندك أيوة مشكله في الصدر؟ ايوه قايله له حضرتك. طب معلش حاولي يعني ترجعي له تاني وتقولي له يا دكتور هل ينفع ان انا اخد الفولتارين وانا عنده مشكله في الصدر، لان الموضوع ده يعني ده الف ب ت يعني ادويه ونباتات طبيه، ان ما ينفعش ان احنا نستخدم اسمعيني بس ما ينفعش ان احنا نستخدم المسكنات في الناس اللي عندهم مشكله في الصدر، لان هنا المسكنات اصلا بتزود من المشكله جدا، بتزود أيوة من المشكله جدا، مشكله الصدر مش مشكله رجل. دكتور مفيش اللي هو الالتهابات مفيش الا كلها حاجات تتبع صدري، فمفيش حل، قالوا لي مفيش حل الا كده. العمليه مش عمليه مالكش، احنا ما بنتكلمش دلوقتي في مشكله الصدر، احنا بنتكلم دلوقتي الدواء الكيماوي اللي اتوصف لحضرتك ما ينفعش تماما مع المشكله بتاعت الصدر، ده يعني هيزود المشكله بتاعت الصدر اصلا. طب مفيش حل بقى من الاعشاب وكده يا دكتور؟ يوريك اسيد، عشان بس لو التليفون خايف الخط يخلص، فعشان بس رحبيه كمان انا عندي يوريك اسيد عالي قوي. انت حضرتك بتقول عندك ضغط، طب بس اسمعيني، انت بتقول انت عندك ضغط تمام كده وعندك اليوريك اسيد عالي، احنا كده بس انا عاوز بس اربط لك كام نقطه ببعض. العلو بتاع الضغط وعلو اليوريك اسيد بيخليك لازم تعملي تحليل للكليتين، لان علو الضغط مع علو اليوريك اسيد هنا بيخوفنا لا قدر الله لا قدر الله يكون في مشكله اصلا في الكليتين، فهنا لازم يتعمل وظائف كلى رقم واحد، عمل وظائف كلى، وخاصه اللي انت حضرتك بتاخدي كمان مسكنات، المسكنات من ضمن الحاجات اللي بترفع وظائف الكلى، وهنا ممكن ده اللي يكون مؤثر على اليوريك اسيد. شكرا اتصالك ام احمد، وكان الله في عونك يعني فعلا. يعني حضرتك هنديها النصيحه ان شاء الله كامله، بس اخذ اتصال اخر من مدام زينب. السلام عليكم مدام زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي سؤالك. كنت عايزه اسال الدكتور احمد، ماما عندها بهاء في العقل بتاع صوابعها والكوع بس. بقاله قد ايه البهاء ده يا مدام؟ بقاله قد ايه البهاء ده يا مدام؟ سبع سنين وكانت ماشيه مع دكتور كتب لها على ماسه اسمها ازيلين. تمام. وتقعد في الشمس بعديها شويه وبعد كده هي بطلت العلاج. كانت في العقل بتاع الصوابع بس، وبعد كده بقت في الكوعين. تمام. حاضر، هرد على سيادتك. حاضر. شكرا اتصالك، والف سلامه على والده حضرتك مدام زينب، وان شاء الله رب نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. وطبعا يا دكتور هذه الامراض المزمنه بتعمل مشاكل نفسيه كبيره. اتصال اخر من ام نهى. السلام عليكم. ام نهى. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، سؤالك اتفضلي. ممكن تكمل دكتور؟ معاك الدكتور احمد اتفضلي. سمعت يا دكتور، انا بنتي الدوره الدمويه عندها بتنزلها بطريقه رهيبه لمده 7 ايام. الايه يا فندم معلش تاني؟ الايه؟ الدوره الدمويه. الدوره الدمويه مالها الدوره الدمويه؟ الدوره الشهريه. الدوره الشهريه. الدوره الشهريه. تمام. هي عندها كام سنه؟ 14. طب ايه المشكله في الدوره الشهريه؟ بتنزل لها بطريقه فظيعه جدا. غزيره يعني. لمده 7 ايام. لمده 7 ايام؟ هي لسه الحيض لسه بادئ الايام دي مش كده، ولا بقاله فتره؟ من سنتين. طيب هرد على سيادتك. حاضر. شكرا. في بدايه الحيض بيحصل هذا الكلام كله، يعني في بدايه الحيض ما تقلقيش ان شاء الله، بيحصل اللخبطه دي. الدوره المنتظمه بتقال عليها يا استاذ محمد مش كل 28 يوم زي ما كل الناس فاكره، الدوره المنتظمه من 21 يوم ل 38 يوم، يعني كل 38 يوم دوره منتظمه، كل 21 يوم دوره منتظمه برضه.
المشاكل اللي بتحصل في الاول دي ده مشاكل عاديه خالص وهتاخد وقتها، والكلام ده ان شاء الله هيروح يعني ولا تحتاج اي علاجات ولا تماما حتى ان شاء الله. اللهم الا لا حاجه ثانيه بقى، لو هي بتنزل بالم شديد ممكن نقول لها بعض النصائح للتغلب على هذا الالام اللي بتكون موجود عندها. برضه في الاقتراب سن الياس بيحصل برضه بعض الانقطاعات وبعض المشاكل، اضطرابات الدوره، بعض اضطرابات يعني في الدوره برضه بيكون ده شيء عادي وارد جدا يعني. فسواء كده او سواء كده ده شيء عادي وارد، ما فيش قلق ان شاء الله، ولكن ممكن ناخد بعض النباتات الطبيه كمسكنه للالام، وتكون مامونه طبعا كمسكن للالام، بحيث اللي هي لو في الم ولا حاجه هو ده اللي يوديه لنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك، اتفضل. معك عبد المنعم من ميت غامر. اتفضل. اهلا بيك يا استاذ منعم، اتفضل. والله عندنا ابني متجوز بنت خاله ووسط شامحا، وبعدين البنت بنته الصغيره يعني اتولدت عندها عيب في النظر، في البصر، ما بتشوفش جامد يعني، يا دوب تشوف الضوء بس، الشمس، الكهرباء، حاجات زي كده. وكان عندها زياده في الامونيا وابتدينا نعالجها، ولحد الان الوضع يعني مستمر، بس هي الامونيا خفت انما النظر لسه ما بيش بتشوف. سنها كام دلوقتي يا استاذ عمنا؟ نعم عندها قربت على السنتين. هترجع لاخصائي العيون يا فندم؟ نعم. هترجع لاخصائي عيون يكون شاطر، هترجع لاستاذ دكتور في العيون، استاذ دكتور في العيون، مش دكتور عيون عادي، استاذ دكتور في العيون. ممكن بعد الهواء تكلمهم وانا هبقى اسيب لهم على يعني احد الاسماء اللي احنا نوصل فيها ان شاء الله. ان شاء الله ممكن يحل لك المشكله. حاضر. شكرا. لكن من ناحيه النباتات الطبيه دكتور ما فيش حاجه خاصه بهذه المشكله. مدام سميره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك، اتفضلي سؤالك. اهلا بحضرتك. عايز اكلم الدكتور احمد من فضلك. معاك الدكتور احمد، اتفضلي. الو. ايوه الدكتور سامعك، اتفضلي. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضل حضرتك يا دكتور، انا عندي خشونه في الركبه. انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه الاول؟ عندي 58. 58 سنه. الوزن اخباره ايه؟ انا وزني 90. تمام. بقالي قد ايه الخشونه دي يا فندم؟ 96 وبنزل نزلت 6 كيلو دلوقتي. بقالي قد ايه الخشونه دي؟ والله هو انا من شهر رجلي طقت يعني، طول عمري بتوجعني كده، واروح للدكتور يديني مسكنات ويقول لي خشونه. ما هو عشان كده انا ما هو انا كنت هسالك السؤال اللي بعد كده، انت بتاخدي مسكنات بالك قد ايه؟ لان المسكنات بتعمل خشونه، فعشان كده سالتك الخشونه دي بقالها قد ايه؟ بقالها قد ايه الخشونه دي؟ خليكي بس ماشيه معايا حبه حبه في السؤال، او يعني خطوه خطوه. هو انا عندي في ظهري يعني عندي غضاريف في ظهري، وطول عمري فعلا باخد مسكنات. جميل. كده احنا اتفقنا ان الخشونه اللي جات لك في رجلك دي بسبب استخدامك المزمن للمسكنات، وده اللي شرحناه في الحلقات بتاعه خشونه المفاصل يا استاذ محمد، ان المسكنات يا جماعه بتعمل خشونه لانها بتقتل الخليه المسؤوله عن افراز الزيت او الميه اللي بتخلي المفصل دايما يقدر هو يتحرك بكل سهوله. انت حضرتك بتقول ان انت عندك غضاريف في ظهرك، اسفل الظهر ولا في الفقرات العنقيه؟ عندي العنقيه والقطنيه. العنقيه والقطنيه الاثنين فيهم مشاكل. طب جميل. أنا في عندي يعني اسمعيني برضه لغايه الاخر، اسمعيني لغايه الاخر. نعم؟ اسمعيني بس. نعم؟ لغايه الاخر. الالم بتاع رجلك بقى فين بالظبط مكانه؟ الالم بتاع رجلي اللي هو من ظهري في الرجل اليمين، يعني زي عمل لي عرق نسا. عمل لك التهاب في عرق النسا؟ في عرق النسا. لكن دلوقتي في الركبتين خشونه، والدكاتره اجمعوا على اني لازم اغير مفصل. لازم تغير المفصل بتاع الرجل. طب حضرتك، طب يعني انا يعني خلينا عقلانيين يا مدام سميره، هل ينفع ان انا اغير مفصل الرجل، ولا انا اخش اعمل عمليه لاسفل الظهر، ولا انا اعمل عمليه لاعلى الفقرات العنقيه، ولا انا كمان ممكن يكون عندي خشونه في اماكن ثانيه من الجسم؟ اكيد المفصل الثاني برضه تعبان، ما هو مش هيجي واحد والثاني، لا الثاني هيتعب، لان حتى لو في واحد تعبان انت هتحملي عليه بزياده الثاني، فهيتعب هو كمان. هل يعقل ان انا اخش اعمل عمليات جراحيه لكل هذا الكلام؟ وده اللي هو دايما بنقول عليه يا استاذ محمد، فيرست ذا وورد سكند ذا هير ثيرد ذا نايف. هنا طبعا الدفكت تشويس بتاعها او الحاجه المثلى ليها طبعا وسوم النحل، وهقول لحضرتك ليه برضه اما اجي ارد على السؤال ان شاء الله باذن الله يا دكتور. وفعلا لو تعددت المشاكل وتعددت ما ينفعش العمليه قبول الجراحات يعني، طبعا رحمه بالمريض. احنا عندنا دكتور يمكن شعار برنامجنا المريض اولا، فالمريض هنا هيتكبد الكثير من المعاناه، بلاش. شوف انا خدتها خطوه خطوه. كان في خشونه او مش كان في مشكله في الظهر، بدات تاخد مسكنات
كتير جدا، المسكنات قلبت معاه بخشونه في رجلين، الخشونه بتاعت رجلين ما اتحلتش، ومشكله الظهر ما اتحلتش، ومشكله الفقرات العنقيه ما اتحلتش. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه كمان، لما انت بتاخد مسكن للظهر لو انت عندك فقره او اثنين فيهم مشاكل، كل الفقرات بيحصل فيها مشاكل، كل إذن الفقرات. اذا هنجاوبها ان شاء الله باستفاضه بعد ما اخد اتصالات اخرى. مدام مي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مدام مي. والله انا ابني دلوقتي عنده 4 سنين وحصل له نقص اكسجين اثناء الولاده. ودلوقتي ما بيتكلمش، طبعا مشي متاخر وحضن متاخر، كل حاجه جت معاه متاخره. وديت له دكاتره مخ واعصاب كثيره ودكاتره تخاطب، وهو دلوقتي بياخد جلسات تخاطب مكثفه. بس برضو في ناس دكاتره برضو قالوا انه في بعض سمات التوحد بس خفيفه. في توحد كمان، يعني في ضمور في توحد الاثنين. هو احنا عملنا له اشعه مقطعيه بس. بياخد ادويه؟ بياخد ادويه ايه يا فندم؟ بياخد اوميجا 3 7 سي وبياخد السيموزيما والكارنافيتا. والكارنافيتا فورت، ها وايه تاني؟ او الكارنافيتا حقن اسمها سيربلوزي حاجه كده اهو. تمام تمام. بس طيب، بس هي مشكلتي دلوقتي ان هو ما بيتكلمش غير كلمات بسيطه جدا، ما بياخدش اي حاجه من يعني اي مستحضر في ماده الجينكو جوبيلوبا. لا ما بياخدش اي مستحضر في ماده، يعني ما بياخدش تنكان، ما بياخدش الحاجات الشبيهه بهذا الكلام. كان بياخد تنكان وبس وقفناه. ليه؟ ما فيش دكتوره اديها لي تاني. ليه؟ ما اعرفش. طب هرد عليك حاضر، هقول لك ليه. انا بقول ليه، الجينكو جوبيلوبا وصب وقت وصب عشان يعني تجيب نتيجه، تاخد فتره زمنيه كبيره، وقت وصب عنيف. كمان في حاله السي بي او ضمور المخ في الحالات اللي زي دي بيكون محتاج صبر كبير جدا. تمام. فمن هو طبعا احنا بنقول ربنا يكون في عونك يا مدام مي، وباذن الله باذن الله يعني ان شاء الله هو شفاء باذن الله تبارك وتعالى. اتصال اخر من مدام فاطمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي مدام فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. ايوه يا دكتور. اتفضل يا فندم سامعينك. كل سنه وحضرتك طيبين. كنت طيبه. الله يخليك. سلام طيب. بص يا حضرتك يا دكتور، انا من حوالي كام سنه كده، من حوالي 7 سنين كنت بشتكي من الام في الظهر. تمام. والم في مفصل الفخذ، الفخذين. وكنت اما كل لما امشي يعني حوالي يعني 3 4 خطوات كده اقف في الشارع، واقعد في الشارع ما اقدرش اكمل المشي. تمام. فعملت رنين. عملت رنين على اسفل الظهر. وبعدين اسفل الظهر، عملت رنين اسفل الظهر. معلش مش سامع حضرتك. اتفضلي كملي. انا سامعك، انا سامعك كويس. عملت رنين اسفل الظهر. وبعدين عملت رنين على الفقرات بتاعت اسفل الظهر. تمام. عملنا رنين على الفقرات القطنيه. معلش يا دكتور انا مش سامع حضرتك، الصوت بعيد، فرد عليا بعد ما اقفل. يا رب يخليك. اتفضلي كملي. الله يخليك. فانا عملت رنين، فالمهم يعني عشان ما اطولش عليك، قالوا لي انت عندك اختناق في العصب او انسداد في القناه العصبيه. ضيق في القناه العصبيه. ماشي كملي. سامعك. ضيق في القناه العصبيه. ايوه. تمام. وضيق في 4 فقرات. تمام. عملتهم من 20 يوم. عملت ايه بالظبط بقى؟ عملت اللي هو التسليك ده. تمام. دكتور استاذ في المخ والاعصاب. تمام. عمل لي العمليه. تمام تمام. وبعدين انا دلوقتي بحس بنفس الاعراض. ما هو لا، ما هو هي 20 يوم نتيجه بحس بنفس الاعراض. نتيجه العمليه عظمه الفخذ ضعيفه جدا. حاضر حاضر. نعم. هرد على سؤال. نتيجه العمليه مش هتظهر النهارده او بكره، يعني انت بقالك نتيجه العمليه انت عملتيها مش هتظهر النهارده او بكره. يا دكتور هي مش سامعاك كويس. انا دلوقتي ليا 20 يوم. حاضر. شكرا اتصالك مدام فاطمه، والف سلامه، ربنا يكون في عونك. اتصال اخر من مدام رحاب. السلام عليكم. معنا وقت قد ايه؟ السلام عليكم وبركاته. معنا وقت قد ايه؟ السلام عليكم. اتفضلي يا مدام رحاب. اتفضلي يا مدام رحاب. ايوه مشكلتي مع جوزي ان شاء الله. جوزي في تعب عنده، بيجي الصبح يجي يقوم من النوم ما يقدرش، من الصداع، صداع جامد جدا. الصداع سببه ايه؟ راح لدكتور مخ واعصاب. ف الو. اتفضلي. سامعك سامعك يا فندم كملي. أيوة. الصداع سببه ايه؟ الصداع راح لدكاتره كتير، راح لدكتور باطني قال له الضغط، ضغط واطي، فعالج الضغط وراح لدكتور ضغط وباطني قال له المعده، وراح اتعالج من المعده. تمام. قال لا روح لمخ واعصاب، راح لمخ واعصاب. فقال له في ورم. ورم؟ ايوه. فروحنا لدكتور تاني في القاهره، عمل اشعه وحاجات وفحوصات، قال لا الحمد لله ما فيش اي حاجه. يعني هو الطبيب الاولاني قال في ورم بدون ما يعمل اشعه؟ ايوه. لا عمل اشعه وقال في ورم. عمل اشعه وقال في ورم. اه. رحنا لطبيب تاني عمل اشعه تاني. اه. وقال ما فيش ورم ولا حاجه.
قال لا ما عندوش ورم. تمام تمام. الحمد لله يعني هو كتب له علاج وقال له امنع اي علاج بتاخده. طيب اخبار الكتفين ايه؟ فين؟ الكتف. الكتف؟ انا هسالك. كان في مشكله ايام كان عنده قرحه في المعده. الكتفين يا فندم؟ الكتفين. ما اعرفش دلوقتي في الم في الكتفين ولا لا؟ وهقول لك ليه انا بقول هذا الكلام برضو الكتفين. يعني انا هنا بعدت قوي بالسؤال واقول لك ليه انا بعدت. اخبار الكتفين في الم في الكتف اليمين او الشمال؟ لا هو ساعات بيقول برد دراعتي بيظن ان دراعته فيها برد. هرد عليك. حاضر حاضر هقول لك تعملي ايه بالظبط ان شاء الله، وباذن المولى عز وجل هيكون الاجابه ان شاء الله في على السؤال ده بالوضع اللي انا هقوله. طب تعمل غنى رقبه. باقي حوالي 11 دقيقه على نهايه الحلقه، وطبعا انا عندي هنا بعض خطه علاج فيروس بي وفيروس سي، عايز نشوفها لو تجهز قدامك يا استاذ كريم بعد ما اخد اتصال من الاستاذ عرفه. السلام عليكم. رايك منور جاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عرفه. دكتور احمد. اتفضل يا فندم. ايوه معاك الدكتور احمد. اتفضل. في عندي ترجيع معور دكتور مالك. ايه السبب يا فندم؟ السبب ان كان لما باجي اكل اكل يعني كده اي اكله يعني، وابص الاقي الاكل بيرد تاني ويعمل ترجيع معوي. برضه 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 ما جاوبتش على سؤالي، ايه السبب؟ ليه الارتجاع؟ ارتجاع المريء ده، ارتجاع المريء ده ما يسمى بارتجاع المريء، ليه عندك الارتجاع؟ الارتجاع ده بيكون ليه عده اسباب. اولهم طبعا الميكروب الحلزوني رقم واحد، الميكروب الحلزوني بتاع المعده. رقم اثنين لو في مثلا تيفود يعني، فانت لازم تحلل التحاليل دي. انا عندي اصلا معاني من فيروس سي وفيروس بي. البي والسي مع بعض على فكره، بالله عليك يعني حاول تعالج البي والسي. ما بيدخلوا مع بعض في جسد واحد على الكبد الضعيف الغلبان، بالاضافه الى السموم اللي انت بتشمها كل يوم وانت رايح وانت جاي من الشغل، بالاضافه الاكل اللي انت بتاكله اللي فيه كميه كبيره من السموم، بالاضافه للادويه اللي انت بتاخدها، بالاضافه الى كميه الدهون، بالاضافه لكميه الحديد العاليه. يعني بالله عليك حاول تعالج، خاصة ان فيروس بي علاجه يعني ميسر، البي بالذات علاجه ميسر وسهل. فيا ريت يعني ان امكن اللي انت تاخد بالك من صحتك شويه وتعالج. الموضوع اللي عندك بتاع الترجيع ده ان شاء الله يكون ملوش علاقه بالبي والسي، ممكن يكون له علاقه بالتيفود او مثلا بالميكروب الحلزوني. فبالتالي انت المناعه بتاعتك ضعيفه جدا، واضح قوي جدا اللي انت عندك العديد من الميكروبات شامله فيروسات وشامله بكتيريا وغيره، هي اللي عامله لك المشاكل دي. انصحك بعمل تحليل للميكروب الحلزوني وعمل تحليل للتيفود، تيقن ان الاثنين دول ما فيش حاجه فيهم موجوده، وحاول الاتصال بيها بعد ما تعمل التحليل. دكتور طبعا التحاليل اللي قدامنا، احنا عندنا يعني خطه علاج فيروس بي وفيروس سي، وعندنا حالات الحمد لله تم شفاء. طيب باستخدام المضاد الطبيه. خلينا يا ريت قبل ما نعرضها ناخد اخر اتصال من ام حسام ونستأنف اتصالات بعد عرض هذه التحاليل، وزي لو معاك وقت وانا كان خطه النجاح هذه العلاجات. نعم يا دكتور. لو معاك وقت وانا اشك اتفضل. انا ما عنديش وقت كتير، بس بتمنى ان احنا يعني نكون يعني اكثر سرعه. ام حسام سؤالك باختصار اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا ام حسام. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا من العريش. تمام احسن. واظن انت عرفتني. اهلا وسهلا بيك. اهل سينا. عندي البنت سرعه الترصيب بتاعتها الساعه الاولانيه 42 والساعه الثانيه 80 والام في العظم جامده خالص. طب ايه السبب؟ ما اعرفش. هي عندها كام سنه البنت؟ عندها 17 سنه. 17 سنه. طيب يعني محتاجين نشوفها يا ام حسام، نعرف ايه السبب بالظبط. ارتفاع سرعه الترصيب بيدل وجود التهاب في الجسد، ايه هو الالتهاب فين عشان نقدر نعالجه صح؟ ده بعمل تحليل ايه قبل ما اجي؟ يعني محتاجين مثلا تحليل بول ادي رقم واحد، محتاجين تحليل الميكروب السبحي ادي رقم اثنين، محتاجين تحليل الروماتويد ادي رقم ثلاثه. دي تحاليل مبدئيه لغايه ان شاء الله باذن واحد احد ما نشوف، لربما يكون السبب غير دول خالص ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع الجاي عايز اعمل تحليل قبل ما اجي باذن واحد احد، ما احنا قلناهم الثلاثه هم. ماشي. تحليل البول، تحليل الميكروب السبحي. ماشي. وهنعمل نشوف ان شاء الله ربنا المعين، نشوف ايه السبب بتاع ارتفاع سرعه الترصيب. ايه؟ الهيموجلوبين 9. ماشي، ما هو كلام ماشي مع التحليل بتاع سرعه الترصيب. تمام. شكرا اتصالك ام حسام، والف سلامه على صحه بنتك، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. معانا دلوقتي هنشوفها على الهواء مباشره بعض التحاليل الطبيه اللي تم شفائها تماما من فيروس بي وفيروس سي، مش كده يا دكتور؟ لا اللي معانا؟ احنا معانا ثلاث، احنا عملنا تنويع النهارده، انا النهارده قصدت ان انا اعمل تنويع للتحليل. هو قدامنا دلوقتي التحليل الاولاني ده الفا فيتوبروتين، حاجه اسمها دلالات الاورام والتليف. دلالات الاورام والتليف بتكون ده لازم من التحاليل العامه اللي بتعمل للمريض اللي عنده فيروس سي. يعني المريض اللي عنده فيروس سي بنعمل له تحليل صفه مثلا يعني وزلال، وبنعمل له انزيمات
لازم يتعمل الف فيتوبروتين كواحد من التحاليل العامه ليه، لان وجود فيروس سيم هو من الفيروسات زي ما احنا قلنا المسببه لسرطان الكبد. علو الالف فيتوبروتين لا يعني بالضروره وجود سرطان في الكبد، ولكن علو الالف فيتوبروتين ممكن يكون له سببين، اما تضخم البروستاتا او لا قدر الله يعني سرطان في الكبد او التليف عالي حتى اسمه دلالات الاورام والتليف. طب ايه اللي تم في هذه الحاله اللي قدامنا هنا؟ كان عملنا له الالف فيتوبروتين قبل ما نشتغل، ولو تلاحظ حتى كان عاملين له بقيه الوظائف بتاعه الكبد، وجدنا الالف فيتوبروتين بتاعه 472 472. طبعا عمل اشعه ووجدنا ان ما فيش اي مشكله في الاشعه، ما كانش عنده سرطان ولا حاجه، ولكن علو الالفت. وعلى فكره هو صغير في السن، ده انا عاوز اقوله لك يا استاذ محمد، مش لازم حوالي 40 سنه، مش لازم يكون مش لازم يكون السن كبير عشان خاطر لا قدر الله يجي سرطان. يعني اصل الناس ربطت الكلام ده، لا انت سنك صغير سرطان ايه وبتاع ايه بالزبط. فيروس سي ده لازم يقعد 20 و15 سنه عشان يعمل مشاكل؟ لا طبعا، ممكن فيروس سي او فيروس بي الاثنين في خلال فتره وجيزه جدا يعمل لا قدر الله سرطان في الكبد، وخاصه لو انت مطمش. هل ده على حسب المناعه ولا على حسب يعني ما حدش عارف، يعني ده شيء ما حدش يعني في واحد بيروح على طول، ممكن واحد لا قدر الله ما يجيلوش الكلام ده خالص وواحد لا قدر الله يجيله الكلام ده، واحد ممكن ما يجيلوش الكلام ده خالص، ما يجيلوش اي سرطان ولا الالف فيتوبروتين ده يعلى طول حياته. والتاني ممكن لا قدر الله يعلى جدا 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 ولا قدر الله يجيله هذا الكلام. طب يا دكتور انا شايف ان هنا في 400 طبعا رقم رهيب 472. بدانا ان احنا نحط خطه علاجيه من النباتات الطبيه بتتمثل في نبات الاركاتيون وتتمثل في نبات الراوند وبعض النباتات الطبيه الاخرى، وعملنا الالف فيتوبروتين قبل ما الراجل يسافر بعد اذن ستك. ده ظهر بعد هنا ده بعد واحد طلع 1.4 من 472. انا والله العظيم انا بحط 1.4 لا، وعندنا الحمد لله التحاليل كتير، يعني مش بس التحليل هذا المريض، الحمد لله التحاليل كتير. انا يعني احنا بنعرض هذا الكلام للمنظومه البحثيه يا جماعه، ليه يكون عندنا الكنوز خطه العلاج. معلش يا دكتور اكثر توضيحا شويه، بدات معاه ازاي؟ بص، احنا عندنا بعض النباتات الطبيه اللي بتكون مضاده للاورام زي نبات الاركاتيون وزي نبات الراوند، الاثنين دول مثبتين علميا بالفعل للنقطه دي. احنا بنستخدم الاثنين ومع بعض، مع بعض استخدام النباتات الطبيه مع استخدام سم النحل. وسم النحل لو تفتكر في حلقه من الحلقات السابقه كنا عرضنا احد الابحاث بتاعته المنشوره على الباب ميد، سم النحل بيمنع لا قدر الله حدوث الاورام السرطانيه او ما شابه ذلك، يعني بالنسبه لمريض الكبد. ده التحليل الاولاني. قبل ما ندخل في التحليل الثاني اخد اتصال من مروه. السلام عليكم. خلي بالك عشان ما عادش عندك وقت مش هترد على الساده. طب يبقى ده اخر اتصال معانا مدام مروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. لو سمحت اكلم الدكتور بس. دكتور احمد معاك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي دهون على الكبد يعني اكتشفتها قريب. سببها ايه برضه؟ مش عارفه، انا كنت بكشف كده بالصدفه فعملت سونار على معدتي وعرفت ان طب انت وزنك قد ايه يا مدام مروه؟ انا وزني تقريبا دلوقتي 75. 75 كيلو، كويس. طولي تقريبا 150. طبعا مفيش سكر ولا حاجه. لا الحمد لله. طيب دهون الكبد دي يا فندم لازم تعملي كشف الفيروس سي تشوف اذا كان موجود ولا لا. عملت كشف على الفيروسات اللي هو اي وبي مفيش. الاي والبي مفيش. طب السي؟ طيب وعملت اللي هو كوليسترول تقريبا. لا السي يا فندم، السي الفيروس سي. لا ما عنديش فيروس سي ولا. يعني انت ولا عملتي، انت بتقولي عملت الاي والبي، طب والسي؟ عملت اللي هم قصدك البي والسي، ما انت اكيد ما عملتش الاي. ما عملتش فيروس ايه تقريبا. عملت البي والسي مفيش. عملت تقريبا ايه الفيروسات اللي على الكبد مش موجوده. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انت ما عملتش التحاليل كامله، انت عملت البي والسي فقط لا غير. هنصحك بعمل الابشتاين بار والسيتوميجالو فيروس، الاثنين دول لازم يتعملوا عشان خاطر نشوف اذا كان. معلش عشان الصوت واطي بس عندكم. هرد عليكي، اقفلي بس هو انا هرد عليكي. شكرا اتصالك مدام مروه، هنجاوبك حالا. نشوف التحاليل الاخر يا دكتور او الحاله الاخرى اللي تم شفاها باذن الله. دي الحاله الثانيه. لو جاز معانا استاذ كريم. الحالة الثانية هي ظاهرة على الشاشة قدامنا دلوقتي يا دكتور. ده أحد التحاليل لأحد المرضى اللي عندهم فيروس سي، بس المريض ده مميز. يعني ليه المريض ده، يعني ليه بالأخص التحاليل فيروس سي سالب ده أنا جبته النهاردة؟ المريض ده يا أستاذ محمد مميز في حاجة، اللي المريض ده عنده تليف كتير، يعني عنده التليف عالي، نسبة التليف عالية جدا. والحمد لله ولله الحمد باستخدام سم النحل بدأ اللي هو الحمد لله ولله الحمد يتماثل للشفاء، وصل نسبة فيروس سي للسلبي، خلاص بقى سلبي خالص وراح لفيروس سي. طب ايه الميزه في كده؟ الميزه في كده ان انا ممكن استخدم لهذا المريض الخلايا الجذعيه. هنا انت المشكله عندك اللي عمليه زرع الكبد عمليه باهظه التكاليف ومكلفه جدا 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 للدوله. المريض الواحد بيتكلف حوالي 320 من 320 ل 350 الف جنيه عشان تقدر ان انت تزرع له كبد.
لو انت قدرت ان انت تعالج فيروس سي في مراحل الكبد المتقدمه، ممكن بكل بساطه تعمل لهذا المريض خلايا جذعيه، وبالتالي تقدر ان انت تقلل التكلفه الباهظه جدا على الدوله. طب هل الخلايا الجذعيه بتعيد بناء الكبد من جديد؟ بس في حاله واحده، مش هي مش بتعيد بناء الكبد ولا حاجه، هي زي ما تقول انت بتشحن بيها المريض، بتشحن بيها الكبد ده، وبترجع الى حد كبير وظائف الكبد الى حد كبير شويه لوظائفه الطبيعيه لو كان المريض التليف مش لدرجه 100%. يعني طب الحاله اللي قدامنا ديت حصل لها ايه بالظبط يا دكتور؟ او زي ما انت الحمد لله، الحمد لله عندنا عملنا خطه في البدايه لعلاج فيروس سي، لان هو الاساس او هو السبب اللي عامل التليف العظيم ده، والحمد لله الحمد فيروس سي راح. فبدانا ان احنا نحط الخطه الثانيه للعرض على الـ على الـ على الاساتذه المتخصصين في زراعه الخلايا الجذعيه، وبالتالي اللي هو وقت ما عمل خلايا جذعيه وقت الى حد كبير ما حياته هترجع لمعدلها الطبيعي بدون طب الحاجه. هو سنه كام يا دكتور هذا المريض؟ سنه كبير، حوالي 60 سنه. 60 سنه، ربنا يعافيه. طب يا دكتور في عجاله هنبدا نجاوب على بعض طيب الاسئله. طيب احنا معانا تحليل ثالث. والتحليل الثالث ناجله الحلقه القادمه ولا خلاص. راي حضرتك؟ توكلنا على الله، لانه طيب. محتاج برضه شرح. طيب بنقول مدام مروه ودون على الكبد، ايه التحاليل اللازمه دلوقتي؟ لازم تعمل ابشتاين بار فيروس والسيتوميجالو فيروس، لازم تعمل الفيروسين دول، ابشتاين بار والسيتوميجالو. تمام. مدام استاذ عرفه هو ترجيع شديد وبيقول لك انا عنده فيروس سي وبي. الاستاذ عرفه لازم اللي ياخد باله من صحته شويه، لازم يعالج، يعني ما ينفعش اللي هو يسيب نفسه بالبي والسي، للبي والسي الاثنين مع بعض وجودهم مع بعض خطر جدا على صحه الكبد. وجود الترجيع ده لازم يعمل زي ما احنا قلنا التحليل بتاع التيفود والتحليل بتاع الميكروب الحلزوني. مدام رحاب والصداع الشديد اللي عدى زوجها وحضرتك سالته على الدرعين، سالته على الكتفين، وقالت اللي هو بيقول اللي هو عنده برد في الدرعين. ما هو ما عندوش برد في الدرعين ولا حاجه، في الغالب هيكون زوجها عنده غضروف في الرقبه. غضروف في الرقبه بيعمل يا استاذ محمد صداع مزمن، وبيعمل عدم اتزان مزمن. عدم الاتزان المزمن والصداع المزمن بيكون واحد من الاعراض الاساسيه للغضروف اللي بيكون موجوده في الرقبه. لازم يعمل رنين على الرقبه، رنين مغناطيسي على الرقبه او مقطعيه، الاثنين يمشوا. مدام فاطمه، وده اخر سؤال لاستاذك يا كريم، الام في الظهر ومفصل الفخذين وعملت رنين، طلع عندها ضيق في القناه العصبيه وعملت عمليه اربع فقرات. عملت العمليه هنا، هي لازم هنا ترجع للاخصائي بتاعها تقول له انا هرتاح امتى. لازم هو يقول لها اصلا الكلام ده قبل العمليه، يقول لها احنا هنعمل العمليه بعد كذا بعد وقت كذا هترتاحي، في خلال وقت معين هندي مثلا بعض الادويه المضاده للالتهاب وبعد كده هنوقفها. فبالتالي لازم الخطه العلاجيه تعملها مع تقولها او تحطها مع الـ مع الـ مع الاستاذ اللي هي عملت عنده العمليه. ترجع له دكتور احمد، بنعتذر لحضرتك طبعا، احنا يعني طول الوقت بنتمنى ان احنا يعني نجاوب على اسئله الساده المشاهدين، وده حقهم علينا، وبنعتذر ليهم وبنعتذر على الاسئله ما خدناهاش. لكن انا بوعد مدام مي ومدام سميره وام نهى وام احمد وام هنا وام عبد الله، ان شاء الله الحلقه القادمه هنجاوب على اسئلتهم. وطبعا الدكتور احمد موجود معانا يوم السبت ويوم الخميس. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء بشكر باسمكم الدكتور احمد ابو النصر، الخبير بالنباتات الطبيه، عضو المجلس الامريكي للعلاج بالنباتات الطبيه، وعضو الجمعيه الامريكيه للعلاج بمنتجات النحل الطبيه. اشكرك يا دكتور على هذا اللقاء، كما اشكركم مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه من طبيب الناس. حتى القاكم في حلقه قادمه، كان معكم محمد عبده، يترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعبك قولها يا رب من قلبك.